محمد الصدق الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، والسلام على سماحة السيد الموثوق إبراهيم الجابري، والسلام على جميع الأخوة. عذراً لانقطاع المنصة، وذلك لكون بعض أخوتنا قد أتوا من المحافظات الكردية. قادمكم الناطق الرسمي باسم عشائر الكرد الوسط وجنوب وقبيلة قرولوس. هناك رسالة من قبيلة قرولوس بإمارة الشيخ عدنان حميد الشكي، يشرفنا أن نسلمه بيد السيد الفاضل المجاهد السيد إبراهيم الجابري لإيصاله إلى قائد الإخطاء، قائد المصلحين، ذاك الشبت من ذاك الأسد المغوار. نقول لك يا سيدنا نيابة عن قبيلة قرولوس وتجمع عشائر الكرد في وسط وجنوب العراق، نقول لكم نحن تحت رهن الإشارة مع ترجيع مرجعية العليا، مع عشائرنا الوطنية، مع عشائر العراق الأوفياء، مع المجاهدين، مع حشد الشعبي المقدس، مع قواتنا الأمنية. نحن سيف بتار ضد كل من يحاول زحزحة العراق، زحزحة أمن العراق، المساس بالعتبات المقدسة، المساس بالمرجعية العليا. نحن جنود أوفياء، وتحت رهن الإشارة المرجعية العليا وشبلهم وولدهم القائد المجاهد سماحة مقتدى الصدق رحمه الله لنا ولكم. وأقول لا تفاجأ من أجل كان حوزوي، لا تفاجأ من أجل كان حوزوي، ولا تفاجأ من أجل كان قلد المرجعي. لن سيد إمام سودة طلعت من النجف، إمام سودة طلعت من النجف على رأس الشهيد الأول زحزح نظام صدام الحرقوي. إمام سودة من النجف طلعت على رأس سيد الخميني زحزح بيها نظام شاه البهلوي. إمام سودة من النجف طلعت على رأس الشهيد الأول زحزح نظام الفعل والصدام الحربوي. وحرام سودة طلعت من النجف على رأس شهيد الثاني محمد الصدر سلم صلاة الجمعة وخطبته سابع سنة يدوي دوي. وحمامة سودة من النجف طلعت على راسك سيد ابراهيم بيك جمعت كل العشائر نلتدي، واحنا مشروع الشهادة، واحنا مشروع الشهادة اجرام خالقين بدرة جندي وقرموس بزعامة الشيخ عدنان حميد الشكي. وتدري هالسالة شريدا منك اريد تخلي سابع سنة يدوي دوي بصلاتك عن النبي وعلى النبي. الله صلي على محمد.